دكتور طه، في المباراة الماضية البنك الأهلي أمام المصري لعب الكابتن طارق مصطفى بثلاثي أعطى لهم مهام كانت مهام دفاعية فقط لا غير، كانت سيرجي أكا وأحمد النادري وأيضا عبد العزيز السيد. اليوم هناك أمور متشابهة بين سعيد صنبوري وسيرجي أكا في بداية اللقاء، هيعطي لهم أمور دفاعية فقط لا غير حتى يحافظ على وسط ميدانه. هو أصل له قصة البنك الأهلي. البنك الأهلي عنده قوة هجومية كبيرة جدا، لكن بيندفع عن دفاعات كبيرة. لما بيلعب ضد فرق فاتحة الأهلي 5-3 4-3، نعم، مع المصري 4-4، نعم، تعب الزمالك، تعب الزمالك بالظبط، نعم. فما بيلاقي هنا بيلاقي فتحات وبيلاقي مساحات فبيقدر يسجل منها بشكل كويس. مشكلته في المعادلة لما بيلعب مع فرق قافلة، مش محتاج ان انا اندفع بعدد كبير جدا واسيب ورايا مساحات للفريق الثاني، ابص لا انا بضيع اهداف مش قادر اجيب، وبعدين يجي فيها جول اقول الله ده انا طالع النهارده بدلك ما جبتش. لازم العب بتوازن حسب الفريق اللي قدامي. الفريق اللي قدامي سامح لي بيمنح لي كوره زي الاهلي وزي المصري، بيديني فرصه ان انا العب ومساحات بهاجم. سيراميكا هيعطي المساحات اليوم؟ هيهاجم سيراميكا؟ سيراميكا مع البنك الاهلي؟ نعم. اعتقد سيراميكا مش متحفظ، يعني سيراميكا متحفظ، بس التشكيله هل هيأدي بالحاج وصديق اجوله وقندوسي واجبات دفاعيه تساعد ان نص الملعب الارتكاز محمد عادل بس اللي مدافع، محمد ابراهيم بيزيد شويه هجوميا. نعم. فهنا الحته دي عايزه توازن شويه في الناحيه الدفاعيه بالنسبه لسيراميكا، لكن الجناب شغاله كويس والمهاجمين شغالين بشكل كويس. نعم. اذا قدر بالحاج يؤدي الواجب الدفاعي بشكل كويس، صديق ينزل برضه في الواجب الدفاعي، اعتقد سيراميكا هيقدر يسيطر بشكل كويس ويبقى حامي نفسه من هجمات فريق البنك الاهلي اللي متخم بالمهاجمين. نعم. يعني اسامه فيصل هجام، هجم هداف، ياو انور نفس الشيء. نعم. وبعدين عندك احمد بولي موجود برضه بشكل، وبعدين عندك على الدكه في برضه مهاجمين موجودين زي كريم بامبو زي جريندو، دول كلهم وابراهيم حسن كل دولت يعني عمق هجومي موجود يستغيثوا في اي وقت. فانا اعتقد ان البنك الاهلي محتاج نوع من التوازن حسب الفريق اللي بلعب ضده، بحيث ان انا ما اتخدش في ان انا مع فريق قافل واندفع بهجوم كبير جدا وبعدين مش قادر اجيب اجوال واسيب مساحات ممكن ان انا اطلع خسران في هذه المباراه. نعم. انما لما بلعب ضد فريق فاتح زي الماتش الاخير مع النادي المصري مساحات كبيره، شفنا يا انور ازاي بيجيله المساحات في الهواء، اهداف اللي سجلها الهدف الاولاني ليه هو. نعم. وبعدين الهدف الثاني من المساحات الكبيره اللي موجوده. نعم. فهو محتاج نوع من التوازن في النواحي الدفاعيه والهجوميه قدام الفرق اللي انا بلعبها.